أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن العلاقات البحرينية البريطانية منذ بدايتها قبل 200 عام قامت على أسس صداقة متينة واحترام متبادل، وأن المملكة المتحدة تعتبر حليفا استراتيجيا مهما لمملكة البحرين. نعم، جاء ذلك خلال حفل تدشين مركز دراسات لإصدار كتاب جديد بعنوان جوانب في العلاقات أو جوانب من العلاقات البحرينية البريطانية في عهد حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة 1932 و1942، والذي ألفه الدكتور حمد إبراهيم العبد الله المدير التنفيذي للمركز. أضاف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد أن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة رحمه الله كان حريصا على استثمار الصداقة البحرينية البريطانية في الاستفادة من الخبرات المؤسسية البريطانية، وهو ما رصدته الوثائق التي عكف المؤلف على تجميعها لتكون وثيقة تاريخية تظهر مدى العمق في النهج القيادي الذي اختطه الخليفة الكرام. ونوه سعادته بحرص مركز دراسات على استلهام الرؤى الملكية السامية لتوثيق مسيرة مملكة البحرين وقادتها لإثراء الذاكرة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجالات البحرين، معبرا عن تطلعه إلى مزيد من الإنجازات. يغطي حقبة هامة من تاريخ العلاقات البحرينية البريطانية العريقة في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم منذ عام 1932 وحتى عام 1942، بهدف الاحتفاء بعدة جوانب من علاقة الصداقة المتينة البحرينية البريطانية، ويرصد مجموعة من المحطات الهامة التي تبرز تميز العلاقات التاريخية بين البلدين وتنوعها في عدة مجالات. كما يتناول الكتاب زيارة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه إلى بريطانيا في عام 1936، حيث كانت أول زيارة رسمية يقوم بها حاكم للبحرين إلى بريطانيا، واستقبال الملك أدوارد الثامن له. واعتمد الكتاب على مجموعة من الوثائق الرسمية البريطانية التي غطت الفترة الزمنية الخاصة بالكتاب، علاوة على مجموعة من الصور النادرة وقصاصات من الصحف الأجنبية التي استعرضت هذه العلاقات المتينة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين الميلادي.